نحن جد سعداء بأن ننتهي عند هذا المطاف بأولاً أول مشاهدة لهذا الفيلم الذي قصة لعملاق من عمالقة الثورة التحريرية المباركة. هو الرجل الذي ابتسامته هزت جيوش الاستعمار، وهو الرجل الذي قال لجلاده وهو يعذب، قال له: نحن قوم نموت ولكن لا نخون. إذن هذا العمل هو عمل تاريخي، عمل سينمائي، هو عمل يدخل ضمن الجهود والمساعي والبرامج التي هي مسجلة في مدونة برامج إحياء الذاكرة الوطنية والتاريخ الوطني، وهو عمل جاء بشراكة بين قطاعنا الوزاري وقطاع الثقافة والفنون ومع هذا المخرج المبدع سيد بشير الرئيس. في الواقع هو عمل أيضا يخص جانب من جوانب هذه الشخصية الفذة. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نلم بكل تفاصيل هذه الشخصية، لأن الدارس والعارف بهذه الشخصية يعلم جيدا أنها شخصية متعددة الرؤى ومتعددة الأبعاد. فهذا العمل إنما رؤية من زاوية سينمائية لهذه الشخصية الفذة، ويمكن أن تنجز أعمال أخرى لإعلاء صورة شهدائنا الأفذاذ. هذا العمل أيضا يندرج في سياق تجسيد وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية في مجال الحفاظ على ذاكرتنا الوطنية. السيد الرئيس الذي قال في كلمته التي وجهت للشعب الجزائري في اليوم الوطني للشهيد، إذ دعا المخرجين والمنتجين والمؤرخين وأيضا كتاب السيناريو لأن يتوجهوا بتخليد الأعمال التاريخية، بتخليد سير الأبطال من خلال إبداعات سينمائية. ونحن نقف اليوم على هذا الفيلم الأخول، هذا الفيلم الذي يدخل في هذا السياق. فرحم الله شهيدنا محمد العربي بن مهدي، ورحم الله كل شهداء الأبرار.